دينا المنجية مسؤولة العمليات في شركة أتومس لاب. طبعاً شركة أتومس لاب أسست عام 2018 بخطة واضحة تهدف لتوطين تقنيات التصنيع الرقمي في سلطنة عمان، حيث نعمل في تطوير حلول تقنيات التصنيع الرقمي في قطاعات الصناعة، الطب والسيارات وأيضاً الحرف اليدوية، بالإضافة لتمثيل ما يقارب أكثر عن 10 شركات عالمية لتقنيات التصنيع الرقمي لتوفير تقنياتها في السوق المحلي، وأيضا نقوم بالدعم الفني والتدريب لهذه التقنيات.